السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 35 من الكتاب المدرسي. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 3، ورتبوا الزوايا من الأصغر إلى الأكبر. إذا احنا شفنا في الحصه الاولى والحصه الثانيه انواع الزوايا بثلاثه اللي كتشوفوا في هذا المستوى: الزاويه القائمه، الزاويه الحاده هي اللي اصغر من الزاويه القائمه، والزاويه المنفرجه هي اللي الزاويه اكبر من الزاويه القائمه، يعني اللي كبر من 90 درجه. اذا ارتب الزوايا من الاصغر الى اكبر. اصغر هذه الزوايا هي بي. كيف سأعرفها؟ باستعمال انسخ او ورقه وانسخ هذه بي، يعني بعين المجرده كتبان لنا بان بي والسي هما صغار. غادي نرسم بي ونقارنها بالسي وغتبان لي بي صغر. اذا بي اصغر من او تساوي سي، واصغر عفوا من دي، واكبرها هي ا. اذا الى جينا نرتبوها من اصغر، اصغرهم هي بي واكبرهم هي ا، يعني بي سي دي ا. بالنسبة للتمرين رقم 4، ألاحظ الزاويتين الملونتين وألون باللون نفسه كل زاوية متساوية لكل منهما. عندنا زاوية ملونة بالأخضر وزاوية ملونة بالأحمر. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نرسمو نسخو هاد الزاوية الخضراء في ورقة ونقطعوها ونبقاو نوضعوها في الوسط اللي جات من طبقة مع هادو، غادي نلونوها بالأخضر. اذا غادي سنجد الزوايا المتقايسه او المتساويه للزاويه الخضراء هما هادو اللي لونت بالاخضر، كاين هادي وهادي وهادي، ثلاثه الزوايا. بنفس العمليه سنقوم بها بالنسبه للزاويه الحمراء. غادي ناخذها ونرسمها في ورقه ونقطعها ونقارنها مع هادي، غتجيني متساويه ومع هادي متساويه. بالنسبه لهاد الزاويه فهي لا تقايس لا الخضراء ولا الحمراء، غادي نخليوها فارغه بحال هذا الشكل. ننتقل الى التمرين رقم 5، ولون بالاخضر الجزء الذي لا يمكن للطفل ان يراه في نقطة الحمراء خلف الحاجز. عطاونا كما في المثال، شوفوا المثال بحال هكا نفس الشيء. انا رسموا الزاوية لراس ديالها النقطة الحمراء اللي كتمثلنا داك الطفل، وهذا الخط الزرق كيمثلنا الحاجز. اذا فاش غادي نرسموا الزاوية؟ اذا هذا الشيء اللي هنايا يعني يحجبه الحاجز ولا يمكن للطفل ان يراه. بنفس الطريقة هنا وبنفس الطريقة غنشوفو عادي. بالنسبة لآخر تمرين في هاد الصفحة، جوبسيرف لي زونغل إي جو كومبليت لو طابلو. ألاحظو الصور وأكملو ألاحظو الزوايا وأكملو الجدول. الزاوية رقم 1 باستعمال المثلث غادي نتأكدو بأن هي زاوية قائمة، يعني دغوا أونجل دغوا، سنضعها هنا. دو اصغر من 90 درجه، اصغر من الزاويه القائمه، سيتون اونغل ايغو. غادي نضعو رقم 2 هنا، يعني لو مور 2 دون لا كاس دو اونغل ايغو. رقم 3 هذه زاويه منفرجه، سيتون اونغل اوبتوس، يعني غنوضعو 3 هنا. 4 سيتون اونغل ايغو، 5 سيتون اونغل اوبتوس، 6 سيتون اونغل ايغو، 7 سيتون اونغل